طيب خلصنا الأخبار السريعة، تعالوا نشوف مع حضراتكم الصحف العالمية قالت إيه في المحترف. يلا نبدأ جولتنا في جريدة أو صحيفة ماركا الأسبانية اللي ركزت على فوز ريال مدريد على الميريا ب 2-1، وطبعا كانت مفاجأة كبيرة. عايز أقول لحضراتكم الميريا ده فريق صاعد وافد جديد للليجا الأسبانية، وكانت النتيجة 1-0 وتعادل ريال مدريد، وفي الدقائق الأخيرة بيفوز ريال مدريد 2-1 على هذا الفريق الصاعد الواعد. اهتمت الصحيفة كمان بلقاء أتلتيكو مدريد وختافي بالدوري، وكتبت موراتا وسأقول منذ البداية سبورت الأسبانية اهتمت بأخبار برشلونة خاصة بالتعاقدات الجديدة، وكتبت هجوم نهائي من أجل برناردو سيلفا وتشافي يطلب التعاقد مع ظهيرين. الصحيفة كمان اهتمت بهزيمة جيرونا أمام فالنسيا، وكتبت جيرونا يخسر بأقل نتيجة من فالنسيا. نفس الصحيفة اهتمت بفوز الريال على الماريا، وكتبت ما زال مشتركين في الريمونتادا. لسه في أسبانيا مع جريدة آز الأسبانية ركزت على فوز الريال زي ما بقول لحضراتكم على الماريا 2-1 وهدف ألبا من ركلة حرة، وكتبت هدف من ركلة حرة في أول كرة يلمسها لينهي ريمونتادا ريال مدريد بالفوز 2-1. الصحيفة كمان اهتمت بعودة برشلونة بقوة للتعاقد مع برناردو سيلفا لاعب السيتي، وكتبت التعثر يفعل محاولة التعاقد مع سيلفا. طيب نروح لإنجلترا، صحيفة ذا صن الإنجليزية كمان ركزت على تعادل توتنهام، مباراة أكثر من رائعة، توتنهام تشيلسي 2-2 في الدوري وشجار المدربين توماس توخيل وكونتي، وكتبت توخيل وكونتي خاض انفجارين وغضب البلوز من التحكيم. طبعا الاثنين مدربين كبار جدا جدا وظهر بشكل يمكن غير لائق يعني رياضيا على مستوى هنتكلم عليه بالتفصيل، طبعا مشكله توخيل مع كونتي. لسه الصحيفه كمان اهتمت بتصريحات فرناندو، وكتبت ايرين تين هاج باع الجيرو لمانشستر يونايتد، واللاعبين طبعا يركضون 13 كيلو متر في اليوم. انتقادات كثيرة جدا جدا لليونايتد، عايز اقول لحضراتكم مشاكل كثيرة في اليونايتد في هذا مع انطلاقة البريمير ليج. خلينا نروح للصحافة الفرنسية لجريدة ليكيب الفرنسية اللي ركزت على تعادل مارسيليا مع استاد بريست 1-1، وكمان اهتمت بالمعركة الدايرة ما بين نيمار ومبابي، وكتبت معركة الغرور. نروح لإيطاليا ولا جازيتا ديل سبورت الإيطالية. جازيتا ديل سبورت الإيطالية ركزت على فوز روما على سيرينا 1-0 ولاتسيو على بولونيا 2-1. نفس الجريدة اهتمت باشتباك توماس توخيل وكونتي، وكتبت يعني بياله من قتال على الحلبة، يا له من قتال على الحلبة، زي ما بقول لحضراتكم كان فعلا قتال على الحلبة. اللي تابع مباراة توتنهام وتشيلسي كانت مباراة على المستوى الفني مباراة رائعة، رائعة جدا جدا، لأن زي ما بقول لحضراتكم تشيلسي ظهر بشكل أكتر من رائع الشوط الأولاني، وكان الملاحظ وكان دايما مخرج المباراة دايما كان عينه على توخيل وعلى كونتي، في أي هدف بتلاقي على طول تشيلسي يجيب جون هتلاقي توخيل زي الصاروخ سبرينت 30 متر وبيروح وبيشجع فرقته، ولكن بيتوجه إلى كونتي. يجي توتنهام يتعادل نفس الطريقة، يتوجه كونتي إلى قريب من دكة تشيلسي إلى توخيل، وكمان يشجع فرقته بشكل كان شكل صعب جدا، وكان شكل في حرب بره الخطوط. اللي حضراتكم شفتوه وعايز اشرحه سريعا قبل ما نطلع فاصل، اللقطه الاخيره الشجار الاخير اللي كان فيه دجل وفي شغب كبير جدا جدا على مستوى اثنين مدربين على مستوى عالمي توخيل وكونتي. عايز اقول لحضراتكم الطبيعي والرسمي بعد انتهاء المباراه المدربين بيسلموا على بعض.
اللي حصل، والناس يمكن ما شافتش النقطة دي بشكل مباشر، ان كونتي راح لتوخيل وسلم عليه، ولكن لما كونتي سلم على توخيل ما بصش في عينيه، وبالتالي توخيل مسك ايدين كونتي بقوة وما رضاش يسيب ايديه، وبدأت من هنا المعركة. يعني بدأت من هنا المعركة، ان توخيل مسك بقوة ايد كونتي وعايز يقول له باللغة الألمانية ان اللي بتعمله ده unrespect، ما عندكش احترام. وبدأت المعركة من هنا، يعني بدأت المعركة من هنا. فاللي ما يعرفش لازم يعرف ان هناك في ألمانيا، وانا عشت في ألمانيا، لما تيجي تسلم على حد لازم تبص في عينيه، لازم تبص في عينيه. فاللي حصل ان كونتي مد ايديه لتوخيل، لكن بيمد ايديه ومش باصص له خالص، فده بالنسبه لتوخيل unrespect، ده عدم احترام. وبالتالي فضل ماسك ايديه، واللي يشوف اللقطه كويس بعد ما مسك ايديه جامد عمل كده بايديه، قال له بص في عينيا، لان لو ما بصيتش في عينيا ده عدم احترام. ومن هنا اشتعلت الخناقه بلغه الكوره، يعني خناقه ما بين اثنين مدربين كبار جدا. لكن بدايه الشجار كان في النقطه اللي بقول لحضراتكم، ان توخيل شاف ان كونتي unrespect، ما بيحترموش في التشيك هاند او في السلام بعد المباراه. عندنا حديث لسه عن البريمير ليج، يعني مع ناقدنا الرياضي محسن لملوم، لكن نطلع لفاصل سريع ونستقبل ضيفنا النهارده نجمنا والناقد الرياضي محسن لملوم.